باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا خدنا الكاف كانت ايه؟ كمال. احنا بنحاول نغرس فضائل في التربية او في الاطفال عموما، ازاي نغرس البحث عن الكمال او طلب الكمال او seeking perfection، لان ده value او قيمة مسيحية لو اتغرست في الطفل يفضل طول عمره حلو متفوق وناجح وشبه المسيح. فيه قاف كاف لام. لام هاخد الكلمة اللي جت في غلاطية 5 من ثمر الروح لطف، وطبعا ما تفهموهاش بطريقة كده ولا كده. لطف بتترجم في الانجيل kindness، يعني الطيبة. الطيبة زي ما تقول فلان لطيف. هي ساعات تتكلم تترجم decency، decent يعني مهذب. يعني ايه ازرع في طفل عشان يفضل طول عمره مهذب او لطيف او طيب؟ هي حاجات كلها متقاربة. هل ده يتغرس ولا بيطلع كده لوحده؟ لا بيتغرس، زي الثمر بالظبط، زي شجرة الفاكهة كده تتغرس تطلع لك ثمر، لو ما غرستهاش ما تطلعش. في عيال طلع اجريسيف عدوانية، في عيال طلع مش مؤدبة، في عيال طلع دمها تقيل فعلا وتسلك سلوكيات غريبة. ده ما طلعش من فراغ، وما تولدوش بجينات بتقول كده. ما تصدقوش الكلام ده، في جينات بتقول حاجة زي كده. هي كلها تكوين تربية. طب احنا مطالبين كمجتمع مسيحي نغرس في عيالنا مدارس احد الخدمة، بيوتنا ولادنا واحفادنا، نغرس فضيلة اسمها ايه؟ كايننس، انه يطلع طيب او مهذب او لطيف. طب نعملها ازاي؟ قلنا دايما ثلاث كلمات في اي تربية: القدوة، الحوار، التأديب. لو انتوا فاكرين زمان ثلاث كلمات مفاتيح التربية المسيحية. القدوة، لازم الطفل يشوف ماما لطيفة مع الناس، مبتسمة، بشوشة، طيبة، خدومة، بتبلع الغلط، بتفوت، وشها مريح. على فكرة الحاجات دي بتتنقل من غير وعظ، من غير كلام، يطلع الطفل واخد على طول من أمه الحاجات دي. ماما كشرية، صوتها عالي، بترد الكلمة بعشرة، هيطلع يرد عليها على طول ويرد على الدنيا كلها. إذا قبل ما نوعظ ونقول أي حاجة، هي قدوة. عشان كده اللي عاوز يربي عياله يربي روحه، والخادم اللي عاوز يربي عياله برضه يربي نفسه. هي كده، لأنه الفضائل تنتقل بالقدوة أكتر من أي حاجة. كمان مع القدوة، يعني إيه تبقى طيب أو لطيف؟ يعني بطيء الغضب، لأن في ناس سريعة الغضب. الشخص الطيب أو المهذب رد فعله بطيء في الغضب. مش بنقول ما فيش غضب خالص، لأن حتى الغضب نسب لله، لأن الغضب ساعات يبقى موقف رفض الحاجة غلط لغاية كده، مش خطية، لأن ربنا بيغضب والكتاب قال اغضبوا بس ما تغلطوش. فالغضب لما برفض، شايف واحد بيأذي إنسان، أنا غضبت، لغاية كده مش خطية. لكن لأني لطيف ما روحتش مسكته واتخانقت زي موسى وموته، لا، هروح أشوف، هحاول أنقذه من إيديه، هحاول بحكمة بلسان حلو أفض خناقة، هحاول أطري الجو هنا لو أنت لطيف ولو أنت طبعا حكيم. فاللطف معناه مجموعة من الصفات، مش صفة واحدة. لكن الشخص اللطيف كلنا بنعرف انه لطيف، قعدته مش مملة، ما يتحشرش، ما يفرضش نفسه، ما يسألش سؤال بايخ محرج، فيش الكلام ده. الشخص اللطيف مريح تتعامل معاه وانت مش عايل همه، مش قلقان منه. طب هل ينفع نطلع عيال كده؟ طبعا ينفع. اولا خلوا الصفات دي فينا، يبقى انا لازم اراقب نفسي، لو في صفة عكس ده لازم اصلح، لانه لا يمكن اكون كاهن كويس او خادم كويس او اب كويس الا لما اصلح في نفسي الحاجات دي، وعيالي هيشربوا منه. بعد القدوة يجي الحوار، ان احنا نقنع الطفل بالفرق بين ده وبين ده. والطفل على فكرة بيستوعب اي فاليو في عكسه، قيمة اللطف والطيبة
قصاد قيمة العنف والأذى والتكشيرة والغضب. ما دي قيمة ودي قيمة، أو ده سلوك وده سلوك. لو أنا بحكي مع عيالي في أي مرحلة تاني، مدارس، أحد، بيت، بقول له طب لما تشوف واحد بيتخانق وصوته عالي أنت بتحس بإيه؟ بيتضايق، بيخاف منه، بينزعج. طب أنت تحب الناس تنزعج منك؟ ما تشوف واحد طيب حس بواحد فقير راح اداله هدية أو أكل منه، أو مثلا شال شنطة مع حد تاني ساعده، أنت بتحس بإيه؟ أنت بتنبسط، يبقى دي حاجة حلوة. يبقى الحوار بأمثلة بيدخل الفاليو. طبعا خلي بالكم مش بس بأمثلة، بقصص من الكتاب. الإنجيل مليان قصص جميلة، تقدر بقى تطلع فضيلة اللطف أو الطيبة من أي حكاية وتحكيها بالطريقة دي. أصل يوسف كان طيب قوي، فبابا قال له خد الحاجة روح لإخواتك، مع إن إخواته مش بيحبوه بس يوسف بيحبهم، فخد وسافر وقعد يدور عليهم ما لقاهمش، لكن لأنه طيب قوي قال لا هدور تاني، وقعد يسأل راحوا فين، قالوا روح حتة بعيدة قوي، قام راح وراهم تاني. ليه؟ أصله طيب ولطيف، وقال يمكن جعانين. يبقى أنا بقنع الطفل انه ده خلى ربنا فرحان بيوسف، وفي الاخر يوسف بقى قديس. طبعا مش لازم اقول له ده اللي خلاه يترمي في البير، ما فيش ده يعني، طبعا بتبقوا حكمة ساعات فايه بوظوا القصة خالص. لا، انا هلقط اللقطة بس او الفقرة اللي توصل الفاليو، فاهمين ازاي؟ لان هو لسه مش هيستوعب يعني ايه بقى حكمة ربنا والكلام ده كبير عليه، لكن التصرف اللي فيه لطف هقدر احكيه من الزاوية دي. لما تحكي قصة واتنين وعشرة في نفس الاتجاه انت بتزق الغرس جواه، فبيطلع حابب الفاليو دي، نفسه يقتنيه من غير ما يفكر، بيتشبه بالشخص اللي انت قلته، بيتكون داخليا في بطل جواه، بطل يتسم بانه طيب. ما هي البطولة دي حاجة مهمة قوي للأطفال، والبطولة دي ممكن تبقى ملاكمة، الدنيا بتقول كده، او حرامي شاطر، في بعض الافلام بتطلع الحرامي الذكي، فدي بطولة برضو، فيطلع لك كل الجيل حرامية شاطرين. البطولة قالت كده، احنا البطولة عندنا شخص متسامح، شخص طيب، شخص كريم، شخص فهمتوا الفكرة؟ يبقى مع القدوة لازم في حكايات وحوارات، وترد له على الاسئلة وتسأله اسئلة، ولو اكتر من طفل يتناقشوا في الموضوع كل ده يغرس مفهوم. ولما يتغرس، انا عم بستخدم كلمة الغرس لاني متصورها بجد، ان في حاجة بتدخل وتقعد تنزل 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 لما يبقى لها جذور جواه، هيفضل طول حياته كده. القاعدة الذهبية بتاعت سليمان الحكيم، رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. يعني زرعت صح اول 10 سنين، تبص عليه وهو 70 سنة نفس الفاليوز من غير أي قلق، نفس الكاركتر، اتحفرت من سن 5 سنين مكملة لغاية 90 سنة عادي جدا، نفس الطباع. عشان كده التربية خطيرة جدا، تيجي تغير بقى شاب 20 سنة تلاقي غلبة، اتعود على البلطجة أو اتعود على قلة الأدب، سوري، أو طب انت فعلا تغيير مكلف جدا، عشان تقنعه بطبع مختلف انت اتأخرت كتير، كان عندك فرص تظبط وكان عجينة طرية قوي تعمل اللي انت عاوزه فيه. القدوة، الحوار، التأديب. التأديب هنا يعني ايه؟ يعني لازم تحط قواعد ثم انذارات ثم تأديبات. قواعد يعني ايه؟ يعني لو زعقت في punishment، او لو شتمت في كذا، او لو يعني عملت تصرف عنيف في كذا، في قواعد الاول، لان ما ينفعش تغدر تفاجئه بعقاب، ما ينفعش، لازم نتفق الاول. وبعدين مع القاعده فوت اول مره واول مرتين زي ما ربنا بيعمل، وبعدين اطلع للانذار، ده لو اتكرر تاني هنعمل اللي احنا قلنا عليه. وبعدين لازم تنفذ التاديب، لانك لو ما نفذتش التاديب مع تكرار الخطأ ضيعت كل الفاليو. فهمتوا الفكره؟ ليه مجتمعنا النهارده مليان تجاوزات؟ عشان ما
مفيش قانون، مفيش تأديبات. فاللي بيسرق ويلاقيها عدت هيسرق تاني، واللي يكسر الإشارة ويلاقيها مشيت هيكسر تاني وتالت عادي، واللي يشتم ويلاقي محدش قادر يوقفه هيشتم أكتر. يبقى لازم يتوجد تأديب، بس التأديب بعد حاجتين: قواعد، إنذارات، ثم تأديبات. قواعد يتفق عليها تعلن عشان ما يبقاش في بعض الغدر أو ما كنتش أعرف، لا أنت عارف. وبعدين في التربية، لأن احنا مش بنتكلم بقى قانون مدني، في التربية يغلط أول مرة فوت لكن نبه، وبعدين أعلى بالتنبيه إلى مستوى الإنذار. إنذار يعني المرة الجاية بانشمنت، المرة الجاية لازم يبقى في بانشمنت، ومن نفس نوع القانون يعني المتفق عليه. وعشان كده الاتفاقات لازم تبقى ريزنب، ولازم تبقى عاقلة معتدلة. ما تقولوش مثلا على فكرة بقى انت لو شتمت انا هرميك من البلكونة، طب هتعملها ازاي دي؟ هو ده تأديب؟ ده انفعال، ده مش اتفاق. لكن لو انت شتمت ما فيش لعب كورة الاسبوع ده، ده اتفاق. فوت له مرة مرتين بعد كده انذار، بعد كده ما فيش كورة. لازم تعمل كده، لانك لو ما عملتش كده هيسوق فيها على طول. يبقى نراجع تاني: اللطف فضيلة مسيحية، ثمرة من ثمار الروح القدس، لكنها تغرس في الأطفال بحيث يطلع لنا جيل مسيحي مهذب وطيب ولطيف. وده مش مستحيل، ده موجود، بس ده على طول بيعبر عن بيت حلو وكنيسة حلوة، بيت بيربي وكنيسة بتربي. فيطلع طول حياته عنده نفس الطبع ده من خلال قدوة حقيقية، ثم حوار ناضج وحكايات، وأخيرا تأديبات.